إذن أحبطت رئاسة أمن الدولة مخطط إرهابي لتنظيم داعش الإرهابي، كان يستهدف مقرين تابعين لوزارة الدفاع بالرياض عن طريق عملية انتحارية بواسطة أحزمة ناسفة، حيث قبضت قوات أمن الدولة على الانتحاريين اللذين كلفا بتنفيذ العملية الإرهابية قبل بلوغهما المقر المستهدف. واتضح من التحقيقات الأولية بأنهما من الجنسية اليمنية، وأسماؤهما يختلفان عن ما هو مدون بإثبات الهوية التي ضبطت بحوزتهما. كما ألقي القبض في الوقت ذاته على شخصين سعوديي الجنسية، وما زال التثبت من علاقتهما بالانتحاريين قائما، إلا أنه لم يفصح عن اسميهما في الوقت الراهن بحسب ما تقتضيه مصلحة التحقيق. هذا وقد بثت قناة الإخبارية السعودية مقطع فيديو يوضح وكر الاستراحة التي ضبطت من خلالها عدد من المضبوطات وكذلك الإرهابيين. الضبوطات كانت أسلحة وقنابل ومتفجرات. دعونا متابعينا تابعوا وإياكم هذا المقطع. صرح مصدر مسؤول بأن رئاسة أمن الدولة ومن خلال متابعتها للتهديدات الإرهابية التي تستهدف أمن المملكة ومقدراتها وتعقب القائمين عليها، تمكنت بفضل الله وفي عملية نوعية من اكتشاف وإحباط مخطط إرهابي لتنظيم داعش الإرهابي كان يستهدف مقرين تابعين لوزارة الدفاع في الرياض بعملية انتحارية باستخدام أحزمة ناسفة، حيث أسفرت نتائج العملية الأمنية عن الآتي: أولا، القبض على الانتحاريين المكلفين بتنفيذها، وهما كل من أحمد ياسر الكلدي، عمار علي محمد، قبل بلوغهما المقر المستهدف وتحييد خطرهما والسيطرة عليهما من قبل رجال الأمن. واتضح من التحقيقات الأولية بأنهما من الجنسية اليمنية واسميهما يختلفان عما هو مدون بإثباتات الهوية التي ضبطت بحوزتهما. كما ألقي القبض في الوقت ذاته على شخصين سعوديي الجنسية، ويجري التثبت من علاقتهما بالانتحاريين المشار لهما آنفة وما كان سيقدمان على ارتكابه، وتقتضي مصلحة التحقيق عدم الإفصاح عن اسميهما في الوقت الراهن. ثانيا، ضبط حزامين ناسفين يزن كل واحد منهما 7 كيلوغرامات، بالإضافة إلى 9 قنابل يدوية محلية الصنع وأسلحة نارية وبيضاء. ثالثا، ضبط استراحة في حي الرمال في مدينة الرياض اتخذت كوكر للانتحاريين والتدرب فيها على ارتداء الأحزمة الناسفة وعلى كيفية استخدامها. وما تزال التحقيقات مستمرة في هذه القضية والموقوفين على ذمتها للإحاطة بكافة التفاصيل لهذا المخطط الإرهابي، وسوف يعلن بما يستجد في حينه، والله الهادي إلى سواء السبيل. حياكم الله مجددا مشاهدينا. عبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن فخرهم واعتزازهم بهذا الإنجاز الأمني عبر عدد من التغريدات نستعرضها معكم مشاهدينا الكرام على الشاشة الآن. أول المغردين عبد الحكيم كان هو منصور العتيبي الذي تظهر تغريدته الآن قائلا: اللهم من أراد بلادنا بسوء فأشغله بنفسه، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا يا رب العالمين. اللهم آمين. اللهم آمين. أحمد حسن كذلك في تغريدة يقول: الحمد لله، وإن نقول الحمد لله على هذه الضبطية، الحمد لله الذي رد كيدهم في نحورهم ووقى البلاد والعباد شرهم، شكرا لأبطال رجال أمننا. التغريدة الثالثة كانت أيضا من ياسر وتظهر معنا الآن على الشاشة عبد الحكيم، كان يقول: اللهم لك الحمد والشكر، يا رب احفظ لهذا البلد أمنه وإيمانه وسائر بلدان المسلمين. صحيح. طبعا محمد للتعليق حول هذه أو هذا الإنجاز الأمني ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ الدكتور وليد الرشودي، أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة الملك سعود. حياك الله دكتور وليد. يا مرحبا بك، أهلا وسهلا. دكتور وليد، إلى أي مدى وصل بهؤلاء الاعتقاد بأن هذه الأعمال الإرهابية تمثل شيء من الشريعة الإسلامية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه.
ومن اهتدى بهداه ما بعد. أولا يجب أن نعرف أن هناك حقائق شرعية لا يمكن أن تتغير أو تتبدل، ومنها أن الله تعالى يقول أن الله لا يصلح عمل المفسدين، ومنها قول الله عز وجل فمن زين له سوء عمله فراه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. صحيح. فلذلك هذه الحقائق الشرعية الموجودة في الشريعة الإسلامية يجب أن نتبناها على الحقيقة لا على الدعاوى. أمثال هؤلاء حينما اتخذوا هذا الهوى في زعمهم أنهم يريدون نصرة دين الله أو يريدون أن يقوموا بما أوجبه الله تعالى عليهم، وهذا من الهوى والعياذ بالله، وهكذا أهل البدع. ولذلك إبليس يفرح بالبدعة أكثر من المعصية بالفعل. لأن صاحب البدعة يعمل بها وهو يعتقد أنه يتقرب بها إلى الله جل وعلا، أما صاحب المعصية فهو يعصي الله ويعلم أنه يعصي الله. فلذلك الطرف الأول والعياذ بالله المبتدع الذي يتقرب إلى الله تعالى بمثل هذه الأعمال وهو يظن أنه يتقرب بها إلى الله، هذا من الضلال المبين. وما أغلق باب سنة إلا وفتح باب مقابله باب بدع. حينما هؤلاء ابتعدوا عن منهج أهل العلم الصحيح والمنهج الرشيد من علماء الأئمة، ونكون في العصر الحاضر كأمثال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وابن عثيمين وسماحة مفتي عام المملكة الشيخ صالح الفوزان وغيرهم من أعضاء اللجنة وغيرهم من العلماء، حينما ابتعدوا عنهم وأول ما بدأوا بهم وضللوهم وصلوا إلى ما وصلوا إليه. فلذلك مثل هذه الأعمال لا يسيرها إلا أهل البدع. تجد مثلا أنهم يتمركزون في دول يعني يتبنون مناهج أهل البدع، فلذلك ينصرون مثل هذه الأمور ليزعجعوا مثل هذه البلاد الآن. الأمر الآخر الذي أريد أن أوصله لأخي المشاهد والكريم الذي يتابع قناتك المباركة أن هذه البلاد فيها سنة شرعية وهي دعوة إبراهيم عليه السلام ربي اجعل هذا البلد آمن، وأن هذه البلاد المباركة ولله الحمد والمنة تجد فيها مثل هؤلاء رجال الأمن الذين من الله تعالى عليهم فأيقظ قلوبهم وفتح على بصائرهم، فتجدهم ولله الحمد والمنة يفتح الله تعالى عليهم بأن يتمكنوا من شيء قبل وقوعه، وهذه نعمة تحتاج إلى شكر. ومن أعظم الشكر أن نشكر الله تعالى ثم نشكر هؤلاء الأبطال. صحيح. من جهاز أمن الدولة وأمثالهم الذين يقومون بمثل هذه الأعمال الذين يتقربون بها إلى الله جل وعلا طاعة لله وطاعة لرسوله وطاعة لولي الأمر، فكل هؤلاء لهم الشكر منا والدعاء في ظهر الغيب أن الله تعالى يحفظهم بعينه التي لا تنام بركنه الذي لا يرام. فهذا الجهاز حينما يقوم بهذا الواجب هو واجب شرعي وواجب وطني تتكاتف فيه وتتكانف فيه يعني خصلتان هما نصرة الدين وحماية الوطن، وكل هذا أمر مشروع. فإن الله تعالى قد نص على قيمة البلدان في أنفس الناس، فلو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. طيب. فحينما يقرن الله تعالى الوطن بالروح تجد عظم مثل هذه البلدان. كيف هذا البلد الذي يرفع فيه راية لا إله إلا الله وتقام فيه الصلوات وتقام فيه شعائر الحج وتتوجه إليه فئام المسلمين في كل هذه الكرة، تتوجه إليه 5 مرات في اليوم والليلة تتوجه إلى هذه الكعبة المباركة. وحينما يتمكن أمثال هؤلاء والعياذ بالله والعياذ بالله والعياذ بالله فإن المصير أن تتعطل الشعائر وأن لا تقام صلوات وأن يمكث الناس في بيوتهم من الخوف. طيب. وقد رأيناه في بلدان نسأل الله لنا ولهم العافية والسلام. فإذا المقصود أن مثل هذه الجهود ولله الحمد والمنة أن مثل هذا العمل أن الله تعالى لا يصلحه، وعلى كل من قام به أن يتوب إلى الله جل وعلا وأن يرجع إلى ربه جل وعلا. والثاني أن جهازا من الدولة وفقهم الله تعالى برعاية خادم الحرمين الشريفين أمثال هؤلاء ولله الحمد على عمل مشروع وعلى جهاز مبارك، نسأل الله تعالى لهم التوفيق والسلامة والعافية. الأستاذ الدكتور وليد الرشودي، وأنت أستاذ الدراسات الإسلامية بكلية الملك سعود، شكرا جزيلا لك على مداخلتك وتعليقك على الموضوع.